المطاعم اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو الاختيار ديالها كان من عندكم، وانا مشيت اليوم وغادي نبارطاجي معكم الراي ديالي عليها وجميع التفاصيل اللي خصكم تعرفوا. الحلقه غادي تكون خاصه بكازا وغايجيو موراها حلقات اخرى ان شاء الله. واللي جديد على القناه مرحبا به، القناه ديالكم، وما تردوش تقترحوا عليا الاماكن اللي تبغيو نجرب وندير ليها تقييم، ولكن ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم جميع الفيديوهات. ايوا يلا بسم الله نبداو باول بلاصه واللي هي وحده من المعالم التاريخيه في كازا واللي هي السقاله. السقاله او حصن السقاله كاين مورا السور ديال المدينه القديمه بالدار البيضاء، وحده الزاويه الدرقاويه وضريح سيدي علا القرواني ومقابل مع الميناء ديال الدار البيضاء. البناء المعماري ديال حصن السقاله كيتميز كباقي السقالات بالمغرب بواحد الميكس ديال العماره الاندلسيه البرتغاليه والمغربيه. والمطعم ديال السقاله مطعم 100% مغربي وكيقدم شهيوات اللي معروفه وزوينه، وفيه بزاف ديال الكليسات اللي في الجرده وفي الداخل ديال المطعم اللي غادي نكتشفوهم من بعد. انا جيت زرتهم في الويكاند واللي كانت فيه الشتاء، وهاد البلاصه كيقادو فيها الشفنج الحرشه، وبما ان هاد الصباح كان بارد قررت نجلس في هاد البلاصه اللي هي مطعم مغطي. جيت شويه بكري في جويل 10 الا ربع حيت المطعم دغيا كيعمر، واخا هكاك لقيتو عامر. لقيت هاد البلاصه واللي كانت صابه فيها الشتاء، والحاجه اللي ما عجبتنيش ان الجلسه ما كانتش مريحه حيت تجلس فوق الحصير، ولكن هانيا نصبروا في سبيل الاكتشاف. وهذا هو الميوني ديالهم. الفطور كيبدا من 8 الصباح حتى 12، وثمن الفطور هو 90 درهم ولا كانوا 265 درهم. الفطور 100% مغربي وكيتميز بالتنوع ديالو، والمطعم معروف ان الكونسوماسيون ديالو كتكون طالعه. واخا تشوف الكونسوماسيون ديالو طالعه، ولكن راه الريستو ديما تيكون عامر حيتاش تيجيو ليه الناس من جميع الاجناس. والحاجه اللي زوينه في الريستو انكم فين ما جلستو كتلقاو الخضوره دايره بكم، وبما ان دابا فصل الربيع من احسن تجربوا الطراس. اول حاجه تيجيبو في الفطور هو واحد الحليب مذاق فلور دورونجي مع واحد سلطه فروي وعصير ديال الليمون، ومزيان انهم سبقوا هاد الثلاثه ديال لي برودوي ماشي بحال الا جابوا اتاي كيبرد. المطعم واخا كان عامر ولكن دغيا جابوا لي الفطور واللي فيه طاجين ديال البيض بالخليع واللي كان بنين، وطاجين عامر خليع وطبصير فيه بغريره ملويه شفنج والحرشه واللي كانوا سخان وبحرها طيبين. اما من ناحيه الجوده بحالها طيبين في الدار. الفطور تيجيبو مع طويجنه صغار اللي فيها زبده بلديه املو اللي ما جانيش فيه المذاق ديال اللوز، العسل، زيت اركان، زيت الزيتون والكونفيتور، والطاج الفوقاني فيه الزيتون مع الجبن والخبز. والسؤال اللي غادي يطرحو اي عاشق للاكل، واش هذا الفطور يستاهل الثمن ديالو؟ الجواب اللي غادي نعطي بيان سو غادي يبقى جواب شخصي. بالنسبه ليا الجوده ديال الفطور كانت طالعه، لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه الكميه. الفطور كان زوين، ولكن هذا الفطور كمكونات الى الزينه وحطيناه في قهوه في اي مدينه غادي نقولوا الثمن اللي يستحق هو 60 درهم. علاش؟ حيت المكونات بسيطه وما فيهاش دي برودوي نوبل اللي هما غاليين. ولكن واش هذه قهوه عاديه؟ اكيد لا. اول حاجه السقاله ماشي بلاصه عاديه، ومونيمون هيستوريك ديال الدار البيضاء، وثاني حاجه لونفيرونمون ديال المطعم قليل في كازا حيت لي تيراس ديالو كلها خضوره. وثالث نقطه اللي كتخلي الفرق ما بين مطعم ومطعم هو الكاليتي ديال السيرفيس والبروفيسيوناليزم. وبزاف ديال المرات ملي كتجلس في شي مطعم راه كتشري حتى السيرفيس. سواء كنتو متفقين ولا ما متفقينش مع هاد النقاط ذكرت، تقولوا لنا في كومونتير شنو الراي ديالكم، واش فايتين مجربين هاد المطعم، اشنو عجبكم واشنو ما عجبكمش فيه. ودابا يلا ندوزو الريفيو ديال مطعم اخر، وهاد المره غادي يكون الغدا. انتقلنا من المدينه القديمه اونفاس مع الميناء الاتجاه ديال الحابوس، وبالضبط جي دو مارس. والريستو اللي غادي نمشي ليه كيقدم اطباق ديال واحد المطبخ اللي مطلوب من عند المغاربه واللي انا بيرسونيلمون كيعجبني. اليمين ديالي خليت ستاسيون توتال، وهذا الشارع الكبير اللي تتشوفوه هو شارع دو مارس. تتقطعوا الشانتي وتتفوتوه المقاطعه ديال مير السلطان كاينه على اليسار، وتتكملوا في هذا الشارع اللي هو شارع مولاي ادريس الاول. والمطعم اللي غتكتشفوا معايا في الفيديو هو بيت البيك، واحد من المطاعم السوريه الكثيره اللي كاينه في كازا واللي مع الاسف قليله في مدن اخرى بحال مراكش اكادير. اي مطعم سوري تيكون معروف بالمشاوي ديالو وخصوصا السيخ، وصراحه كيف كتدخل مع الباب بالروائح كتفتح ليك الشهيه. المشاوي كلها كطيب فوق الفخر، وداكشي علاش الريحه كتكون عاطيه، زائد انهم كيطيبوها قدام الكليان. المطعم كبير وكاين بزاف البلايص فين كيجلسوا الناس، والعيب الوحيد اللي جاني هو ان المطعم كيبان قديم وخصوصا خاصو شويه ديال النقا. اون فوا جلست لا ميزون بلاس تيكون فيها واحد التوميه زائد لي كورنيشون، وهذا هو الموني ديالهم. وكاين مقبلات بارده وسخونه، ومن ضمن المقبلات السخونه كيكون بابا غنوج، فلافل، حمص، طحينه وحوايج اخرين. اما الاثمنه جاوني عندهم مويان، غتلقاو عندهم حتى الحلويات الشاميه بحال الكنافه واللي مطلوبه ديما في اي مدينه مشيت لها. اما بحال هذا المنظر ما نبغيش نشوفه في شي مطعم واللي كيعطي صوره خايبه على اي مطعم. اول حاجه خديت عندهم هي صحن ديال مقبلات مشكل متوسط الحجم، والثمن ديالو 60 درهم، واللي فيه ثلاثه ديال ورق عنب، اربعه ديال الفلافل، جوج ديال كبه، حمص مع فتوش. فين ما مشيت الفلافل ما كيعجبونيش حيت كيجيني المذاق ديالهم جد عادي، ولكن هذا الريستو ما عرفتش شنو دايرين فيهم حيت المذاق ديالهم كان رائع. وبيني وبينكم هاد الطبس
الغسيل بوحدو راه غادي يشبعكم الا ما كنتوش وكاله. ورق عنب ما عجبنيش وفيضاق احسن منه، وماشي كلشي كيعرف يقادو. اللي ما عجبنيش فهاد البلا هو المتبل، ولا المذاق ديالو كان بيزار. اما حمص ما بهش. الكبه كانت مزيانه، المذاق ديالها زوين، وكانت عامره كفته هكا كتجي. ردوا البال راه كاين اللي كيدير فيها الغنمي ما كتجي زوينه. والطبق الرئيسي اللي خديت هو طبق ديال شاورما ميكست، الثمن ديالو 50 درهم، في شاورما ديال اللحم، شاورما ديال الدجاج، الفريد كورنيشون، خيار ومطيشه. الشاورما كنت نتسنى منها تجي سخونه، ولكن جات بارده شويه. والدنيا هاني حيت الطبق كان عامر شاورما ويستاهل الثمن ديالو، وحتى المذاق كان في المستوى. قولوا لينا في كومونتير فين جربتوا احسن شاورما في كازا ولا اطباق شاميه. هذا الطبق كيحطوا مع هذا العيش واللي ما عجبنيش حتى هو جا بارد، وصراحه ما فيه ما يتكل. ولا بغيتوا تاكلوا احسن كنافه سولوا اي بلاصه مشيتوا لها واش كيديروا فرماج عكاوي. ودابا يلا ندوزوا للمطعم الثالث نكتشفوا، وغادي نبدلوا الاتجاه من جهه الحابوس مرس السلطان في الاتجاه ديال عين دياب. وبهذا المنظر الرائع ديال غروب الشمس غادي نفتتحوا الريفيو ديال ثالث مطعم اللي غادي نشوفوا، واللي هو الصابوي، واللي جا في البولفار ديال كونيش مقابل مع ماكدونالد ديال عين دياب. وبالنسبه للناس اللي ما عارفاش الصابوي، الصابوي هو واحد المطعم ديال الفاست فود امريكي مشهور، واللي تكريه باش ينافس ماكدونالد، ولكن حاجه اللي مختلفه فيه هو انه ساندويتش ماشي برجر. هو المطعم الوحيد اللي كاين حاليا في المغرب، وهنا كما كتشوفوا ريطاج الفوقاني واللي كبير وفيه هذا المنظر الرائع على البحر. واللي بغى هذه الاطلاله خصو يجلس في هذه الطبيلات الاخرين. ايوا يلا نكتشفوا كيفاش كيخدم المطعم وكيفاش تقدروا تختاروا لي بلا ديالكم. اول حاجه كتختارها هو النوع ديال الساندويتش، واش خبز كومبلي ولا بزرارع ولا عادي، وتختار واش بغيتوا ساندويتش كامل ولا نص ساندويتش. الصابوي اول مره غنجربو في المغرب، وباش ما نتصيدش خديت غير نص ساندويتش باش نشوف كيفاش كيديروا ليه. تيكون عندكم اختيارات ما بين مجموعه ديال لي ساندويتش، وديك الساعه نتوما حتى المكونات كتختاروهم. الانواع ديال الساندويتشات غادي نشوفو من بعد، وحتى الاثمنه ديالهم في المنيو اللي معلقين في التلفازه. وهذا الساندويتش اللي اختاريت انا اسمه بيف تاكوس، واللي كيكون فيه الكفته مع الفرماج، وغنشوفو المكونات الاخرين. والاختلاف ولافونتاج مع المطاعم الاخرى هو انكم ممكن تكومبوزيو الساندويتش ديالكم كيف ما بغيتوا، وهادو هما المكونات اللي كاينين: الكفته، الدجاج، السلامي، الفرماج، الطون، وحتى اللي بغى ساندويتشات فيجيتاريان ساندويتش كيديرو يسخن باش يدوب ليه الفرماج ديالو وحتى يجي مقرمش. غير هو هاد نص ساندويتش غادي يصدمكم الثمن ديالو، حيت الثمن ديالو 51 درهم، وكون خديت ساندويتش كامل كان غادي يكون ساوي الثمن ديالك 80 درهم. والنقطة اللي خصكم تردوا ليها البال، أي سوبليمون زدتو راه كتزاد عليه تقريبا 10 درهم. الصابوي ماشي أول مرة غادي نجربو، وفي جربتو في طاليان، إسبانيا وفرنسا، والملاحظة أن الصابوي ديال كازا غالي بزاف، وما عرفتش علاش. في هاد الدول اللي ذكرت لكم كنت ناخد ساندويتش اللي كان تيطلع بكدا 60 درهم، ولكن ساندويتش كامل ماشي نص ساندويتش. وواحد الحاجة أخرى اللي كانت عندهم كذلك هو ان لي بواسون كانوا افولونتي، يعني كتشد الكاس وكتبقى تكب مناضه تطلع لك في راسك. وهاد القضيه ما كايناش في الصابوي ديال كازا. وبعد ما شفنا كيفاش كيتقاد الساندويتش، يلا نكتشفوا الثمن ديال لي ساندويتشات عندهم في المنيو، واهم بارتي كيفاش جاني الساندويتش، واش بنين واش خايب. هذا هو المنيو ديالهم، نخليكم تكتشفوه وتقدروا تافونسيو الفيديو اللي ما بغيتوش تشوفوه. دابا ندوزو نشوفو كيفاش كان الساندويتش. قولوا لي بعدا كيف جاتكم بريزونطاسيون ديال الساندويتش مع الفريت. الساندويتش كيجي مع المناضه والفريت، انا اختاريت بوتيتوس واللي كانوا زوينين. والساندويتش هو هذا. اول ملاحظه هو انه كان بارد، يعني ماشي ديال اليوم، او لا قادوه الصباح بكري، يعني ماشي فخي. بالنسبه للفريت الطريقه ديال التقديم ديالو زوينه، وحتى البنه كانت مزيانه. كانوا دايرين مع صوص باربيكيو، وانا كنفضل لو كان اختيار ما بين لي صوص. اما الساندويتش من غير المشكل ديال البروده اللي هضرت عليها، كان المذاق ديالو زوين، كان عامر كفته، ولكن الثمن جاني معيق. وهذا الشيء علاش كنظن ان الريست واخا كان ويكاند كان خاوي. والريفيو ديالي غادي نسالي هنايا، وقول لنا الراي ديالكم في هذا المطعم، الا جربتوه في المغرب في كازا، ولا جربتوه في دول اخرى، اشنو كتاخذوا وشحال الاثمنه عنده. والفيديو الجاي ان شاء الله على كازا غادي نكتشفوا فيه مطعم اللي كيدير اكلات مكسيكيه، ومطعم اخر اللي كيدير ساندويتشات ولكن بثمن هابط جدا. اما الفطور غادي يكون في واحد البلاصه اللي ماشي عاديه.